السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا عن نفس اليونت يوم السبعين. We will explain present perfect, active and passive. We will make revision about tenses. As well as we will discuss words with more than one meaning, preposition, plus noun, and preposition. The first one, or the first exercise, we will discuss present perfect. We will make comparison between how many did she or did he, or how many has she or he. At first, have made and did make. What's the difference between them? Have made to suggest an indefinite time, and did make suggest a definite time in past tense. يعني have made تقترح لنا أو إنه بتشير حدث صار أو action يمكن في الماضي وبعدها في المستقبل لكن ما حددت لنا time. أهم شيء إنه ما عندنا تايم محدد، لكن did make تشير إلى وقت معين في مثل last year بسنة قديمة أو جديدة، المهم إنه تنطينا وقت معين لكن في الماضي، يعني last مثل last day last year last month أو مثل عندنا in 1967 وهكذا. الفرق شو وقت راح استخدم هنا did she أو has she. did she راح نستخدمها مع الأشخاص أو الروائيين أو الفنانين اللي ماتوا، يعني انتهى أثرهم، يعني بعد ما يقدرون يسوون عمل ثاني. لكن has she أو has he راح نستخدمها مع الأشخاص اللي ما زالوا أحياء، لأنه قد هم أنجزوا أعمال في الماضي لكن ممكن بعد في المستقبل ينجزون أعمال، ممكن في الحاضر ينجزون أعمال، يعني الإفكت مالتهم مستمر من الماضي إلى هذه اللحظة، فنستخدم has he. لكن الأشخاص اللي الإفكت مالتهم فقط وجد في الماضي وتوفوا في الماضي نستخدم معاهم did she أو did he. Complete the questions with the present perfect or a past simple or the past simple. So احنا Margaret Atwood 1939 هنا هي يعني بعدها حية، انه ماكو تاريخ وفاة، فما نستخدم معها هذا الشيء. اوكي راح نستخدم هذا الشيء. فمثلا عندنا how many books has she written. ما نقول did she لأنه هي ما زالت حية، يعني أنه من الماضي كتبت كتب ولحد هاي اللحظة اللي إحنا موجودين نتكلم فيها نسأل على كم كتب هي كتبت. هنا عندنا جين أستن، هي نولدت 1775 إلى 1817، يعني هي نولدت بهذا الزمن وتوفت بهذا الزمن، يعني توقف إنتاجها. فهنا نقول how many books did she write، يعني في الماضي كم كتاب كتبت في الزمن الماضي. نجي إلى جوليا روبرتس، انولدت 1967، يعني ما موجود تاريخ نهاية لها، فراح نستخدم present perfect. How many films has she made؟ يعني ما زالت إنه لحد هاللحظة كم الأفلام اللي صنعتها. مارلين مونرو 1926 إلى 1962. How many films did she make؟ يعني لأن عندنا تاريخ وفاء إنه انقطع الأثر مالتها. فهذا الفرق بين have made أو did she و has she. عندنا أيضا بوب مارلي 1945 إلى 1981. How many records did he make؟ يعني هنا لأنه توفى بهاي السنة نستخدم did he make. روبي ويليامز 1974. How many records has he made؟
David Hockney, 1937. How many pictures has he made? Bernice Van Gogh, 1853 to 1890. How many pictures did he make? Now match the sentences and the people. هاي طبعا الإجابات مثل G A F هي تشير لهذه الصور اللي موجودة هنا. مثلا هنا A C D. هنا مثلا عندنا G تشير لهاي الصور. هذا الإكسرسايز. Match the sentences and the people. She has been one of the world's most popular actress for many years. C. نلاحظ من اللي هو يحمل C هي جوليا روبرتس. عندنا الثانية. He has lived in Los Angeles for many years because he prefers the life there. الجواب هو G. اللي هو هنا. She has earned many awards for her writing. الجواب هنا. Sorry, الجواب هنا. He has lived in Los Angeles for many years because he prefers the light there. هنا الجواب energy. Okay. Three. She has earned many awards for her writing. الجواب هنا A. He has had a successful solo career since leaving the boy band Take That. إنه هو صار عنده successful solo career منذ أن يعني انفصل عن الفرقة اللي كانت مع Take That. والجواب هو F. She committed suicide in 1962. الجواب هنا هو D. Well, his band was called the Wallers. الجواب هنا E. She never married. الجواب هنا B. Well, he only sold one painting while he was alive. الجواب هنا H. I'm going to ask questions about the first four sentences in exercise 2. يعني راح نسأل فقط عن A, B, C, D. يعني عن ذول الأشخاص اللي موجودين في الصورة الأولى. فعندنا when did she make her first film? Now when asking about time. هنا did. عندنا لأنه مثل ال أول فيلم أكيد هي صنعته في الماضي يعني مو بالperfect present يعني ما زال أثر. لا نسأل على وقت إنه أول فيلم متى صنعته. فأول فيلم مثل أو أول قصة أو أول رسم لما نتكلم فيه راح نتكلمه في الماضي. لكن إذا نتكلم في الأعمال وما زال الشخص هذا حي أو الأديب حي لا نتكلم بالperfect present. فwhen did she make her first film؟ هنا راح يسأل طالب إذا هو ماضي ليش استخدمت make؟ لأن عندنا did. إذا استخدمنا did الفعل اللي بعدها يكون مجرد. Why asking about reason؟ Why did he move to Los Angeles؟ هنا أيضا لأنه هو مثل مسبقا إنه عاش في لوس أنجلوس مو إفكت ما زال متوفر حاليا. فهو هنا نسأل ليش هو انتقل لوس أنجلوس. When asking about time, when did she write her first book؟ أيضا asking about time. The first time, if إذا كان the first time, second time نستخدم when. لكن لما نتكلم قلنا عن كل الأعمال بصورة عامة نستخدم perfect. How old? Asking about age. How old was he when he left the boy band?
أيضا يسأل في الماضي لأنه عندنا الحدث كان في الماضي مو present perfect. فهنا how old was he؟ هنا أنا was he was هي تسأل على العمر، مثلا نتكلم على العمر أو على قلنا الصفات أو الأجكتيف نستخدم was أو is إذا كنا في the present، هو was أو were إذا كان في الماضي. فأنا استخدم the was في the present يعني يسأل على العمر how was he when he left. هنا when asking about time he present left هنا past سمبل الفعل. فهنا عندنا was he جملة وحدها و when he left أيضا جملة وحدها the boy band. هنا عندنا choose the correct tense، هنا راح نختار الزمن المناسب في الجمل. فهنا عندنا take the correct form of the verb، هنا منطينا أشكال للفعل، إحنا من خلال الجملة راح نعرف إيش نختار أي فعل، يعني مو عندنا مثلا كون مسبقا لا، اعتمادا على معنى الجملة. David Hockney in 1937 in Burford, a town in the north of England. فهنا عندنا ديفيد هوكن هوكني، عندنا هنا تاريخ ميلاد، فقلنا إذا نتكلم تاريخ الميلاد يا إما تقول were born أو was born. فهنا born هي adjective، بين نقدر نقول هنا adjective لأننا نحتاج فعل، هذا subject وهذا هنا الفعل، وإن preposition و adverb of time هنا عندنا. فهنا لازم نختار is born، قلنا خطأ نستخدم present symbol لما نتكلم على تاريخ الميلاد، لكن نستخدم was born نستخدم past symbol لما نتكلم عن تاريخ الميلاد. عندنا two he interested in painting and designing all his life. إذا all his life ما عندنا تايم محدد دائما نستخدم present perfect. إذا all his life ما عندنا وقت محدد نستخدم present perfect. ما أقدر أقول is ولا was لأنهم يشيرون الوقت معين، مثل is هي في present وشي دائما يسوي كل وقت، لكن هنا was هي في الماضي. has been قلنا إذا all his life وما عندنا specified time نستخدم has been. he has been interested in painting and design all his life. عندنا 3 he at the Royal College of Art from 1959 to 1962. طبعا إذا عندنا مثل في الكتاب السنة نفس السنة، مثلا نفس مقطع السنة نستخدم فقط المقطع الثاني، مثلا 1962 بدون ما نذكر 1962 فقط 62. فما دام عندنا specify time وفي الماضي فنستخدم studied، ما نستخدم studies لأن هي present، ولا studied ما إنه ما زال effect مالته وما عندنا specify time، لا عندنا specify time فنستخدم studied. عندنا 4 over the past 20 years he has traveled to most parts of the world. استخدمنا هذا travels لأنه عندنا over the past 20 years وما زال إنه have he has traveled to the most parts of the world وما زال يعني ممكن إنه يسافر، يعني الإفكت ما زال لحد الآن، فنستخدم has traveled. إذا عندنا specified time وقت محدد نستخدم traveled. وإذا كل يوم يسوي هذا الشيء أو كل سنة نكتب travels، لكن هو ما عندنا وقت محدد وما حدد لنا إنه هل هو every years every مثل month يسافر، بس ما نستخدم travels لكن نستخدم has traveled.
He first went to America لأنه كانت first time نستخدم went فعل go يتحول إلى went في الماضي. He went to America when he was 25 فنستخدم went. Has gone معناه إنه هو رحل أمريكا ولم يرجع لكن بوقت غير محدد، لكن عندنا his first يعني he first يعني أول رحلة إلى أو مثل أول يعني رحل أمريكا في أول حياته مثل، والطان التايم when he was 25 فهنا ما دام عندنا وقت محدد نستخدم الماضي. has been أيضا عندنا وقت محدد ما نقدر نستخدمها. his most famous work is called a bigger splash which هنا عندنا was painted in 1967. استخدمنا was painted لأنها مبني للمجهول. هنا هو في الأساس هي which painted مثل paint، مثلا نقول the painter painted مثل a bigger splash. a bigger splash هي الأوبجكت. بهنا الأوبجكت هنا which تشير الأوبجكت هنا a bigger splash يعني مثلا تقول it which هي مكان it. بهنا it was painted أو which was painted استخدمنا المبني المجهول لأنه هي في الماضي. يعني هنا عندنا a bigger splash أو which هي الأوبجكت لكن تحولت هنا subject. was painted هي في الأساس موجودة فقط painted فإحنا ضفنا was، وإذا كان جمع نضيف were فإحنا ضفنا was painted in 1967. إذا نريد نضيف subject مثل by مثل Van Gogh أو by him. Hockney هنا عندنا has also designed stage sets and box. هنا عندنا has also designed يعني هنا ما عندنا specify time فما نخلي also designed، وأيضا ما عندنا هنا مبني للمجهول فما نخلي is also designed. ممكن نقول مثل this piece of art is also designed by Hockney. ممكن تكون هاي، لكن عندنا هوكني هو subject و has also designed هو ال verb و stage sets and books هنا هو ال object. أيضا هنا عندنا he has lived in Los Angeles for many years لأن ما عندنا specify time استخدمنا for وممكن says نستخدم present perfect. ما نكتب lives لأنه هنا عندنا for many years ما نعرف أي سنوات عاش فيها، ممكن في الماضي وهسه موجود بغير مدينة لكن هو عاش سنوات هواية في Los Angeles، وممكن انه هو عاش في الماضي لكن هنا ما طانا وقت فنستخدم has lived لان ما طانا وقت فاستخدمنا has lived. لكن مع هذا ممكن انه هو ما عايش حاليا يعني في لوس انجلوس لكن احنا عندنا المعلومة انه for many years فنستخدم has lived. he has never married هنا أنا ايضا ما نستخدم فقط never ولا نستخدم is never. has never married لان ما عندنا وقت محدد فنستخدم has never married. اذا كان is ممكن نقول never okay. ممكن نقول he isn't married هاي تكون correct لكن has never married never تجمع perfect tense. he lives with friends in a villa in the mountains above Los Angeles. هنا قلنا he lives with friends in a villa in the mountain above Los Angeles. استخدمنا lives ما استخدمنا has lived أو lived. عندنا هنا conversations محادثة راح احنا نكملها بالفعل المناسب اعتمادا على الكلمات اللي موجودة عندنا الكود. يعني write the conversation using the clues. you be brown
where you be. فهنا you are brown لما نستخدم قلنا إذا نستخدم description of our age مثل colors what we like هنا نستخدم present symbol فاستخدمنا present symbol اللي هو are you are brown بعدين عندنا where have you been And where have you been? هنا استخدمنا where asking about this place. You نفس السبجكت وبي تحولت إلى been لأن استخدمنا have. فاستخدمنا a present perfect. هنا عندنا الجواب راح يكون we be on holiday. We have been on holiday. ليش استخدمنا been معنى إنه رحلنا يعني خذينا مثل رحلة in holiday وبعدين رجعنا. فلما نقول we have been on holiday معناه انه انا سافرت بهاي العطلة ورجعت لكن لما نقول we have gone on holiday لا بعدني بالرحلة بعدني بالholiday وبعدني برحلتي بعدني ما راجع فهذا الفرق بين have been و have gone فهنا استخدمنا you we have been طبعا البي تحولت تصريف ثالث للفعل لان عندنا have Where you go? We're asking about time. Did خليناها you go? ما قلنا مثل where have been go or where sorry have been sorry where have you been or where have you gone? لا استخدمنا where did you go? لأن إحنا نسأل where رحت بالماضي. فهنا عندنا we went to Spain. We went to Spain. الجواب راح يكون أيضا في الماضي. When you get back. When did you get back? أيضا راح أسأل في الماضي. لأنه أنا عرفت إنه هو راح للرحلة فسألت في الماضي. وجاوبنا هو في الماضي. وأيضا سألت على time في الماضي لأن أنا عرفت إنه هو راح الرحلة. فأسأل أنا جاي على time وعلى الplace اللي هو راح له في الهوليدي في الماضي when عندنا هنا did you get back ايضا ما استخدمت get ما سويتها got لان عندي did هنا عندنا last night يشير للماضي فلازم نستخدمه ايضا في الماضي last night the plane landed مكان نستخدم landed في الماضي at 6 in the evening فاستخدم هو adverb of the past tense استخدمنا adverb يشير للpast tense نال الفرق بين عندنا been and gone complete the sentences with been or gone where's mom she's gone to the post office طبعا الاز هنا هي has مو is اللي هي is لا has لكن الاختصار مالتها is she's gone to the post office يعني انه ما زالت هي في البوست اوفيس ما رجعت فاستخدمنا gone where have you been you are so late استخدمت been لانه الشخص راح ورجع فانا قلت له where have you been when كنت او when ذهبت you are so late شلون اختارت been لانه قلت you are so late معناها انه رحل ورجع ويم يعني كمل الرحلة فإحنا قلنا لما يرحل ويرجع الشخص وموجود أمامنا نستخدم been Are you going to the library today? No, no, I've already نانا عندنا been I went yesterday I've been already أو I've already been إنه أنا مسبقا رحت لهي المكتبة ورجعت يعني I've been If anyone phones, tell them I've gone to lunch. I'll be back at 2. يعني هنا I've gone to lunch إنه أنا راح أروح أتغدى لكن بعدني ما راجع. فاستخدمنا gone. We have never been to Japan. لا رحنا ولا رجعنا to Japan فنستخدم been to Japan but we would like or we'd like to go. هنا do ال دي هي When are you going on holiday? نانا عدنا. We have already been.
يعني أصلا إحنا مسبقا رحنا في الهوليداي فاستخدمنا بين we went to Florida. فهنا عندنا what happened to your neighbors? Didn't you know they have gone to live in the south of France? إنهم رحلوا أو ذهبوا أن يعيشون في south of France لكنهم ما رجعوا بعدهم أو ما رجعوا فاستخدمنا gone. عندنا استخدام for and since. فهنا عندنا do time expressions اللي هي for since مثلا وعندنا in age at just دول كلهم نسميهم time expression. Do the time expression and the verb go together to correct or not. هنا فمثلا عندنا past simple و present perfect. بعدنا for ممكن نستخدمها past symbol و present perfect. Since نستخدمها فقط مع present perfect. In 1960 ممكن تستخدم مع past symbol ممكن لكن لما نستخدمها مع present perfect إلا إذا قلت مثلا since وطيت وقت ممكن نستخدمها مع الزمن. ago فقط مع past symbol. at 2 o'clock نستخدمها مع past symbol. عندنا just نستخدمها مع past symbol while present perfect. before نستخدمها عفوا مع past symbol وايضا مع present perfect. عندنا yet نستخدمها مع present perfect وعندنا already أيضا نستخدمها فقط مع ال present perfect. never ممكن نستخدمها مع ال past symbol وأيضا نستخدمها مع ال present perfect. عندنا هنا أيضا adverbs ذولي اللي just yet already ever put the word in the practice in the correct place in the sentences. فهنا عندنا I've heard about your accident نقول I've just heard about your accident لأن تجي بين الفعل الرئيسي والauxiliary verb. Have you had breakfast? Have you had breakfast yet? Yet قلنا تجي مع النيجاتيف والquestion تجي ممكن بالأخير وممكن تجي في المنتصف لكن هي في الغالب تجي في آخر الجملة. I've finished my exams already. I've already finished my exams قلنا تجي بين الauxiliary verb والmain verb. Have you been to Thailand ever? Have you? نعدنا have you ever been to Thailand تجي بين الauxiliary verb والmain verb. طبعا إذا جبتكم هاي الجملة وقلتكم have you auxiliary verb تكتب correct وإذا قلت لك main verb تكتب wrong لأن have you هنا auxiliary verb مو main verb. أيضا يجي مثل موقع all ever ممكن أجيبها have ever you been to Thailand تكتب خطأ إنه يختلف موقع الـ adverbs هنا. ممكن تجيكم جملة مكتوب بها مثلا present symbol لكن أكتب معها in 1960 راح تكتب خطأ على هاي الجملة حتى إذا كان الزمن مكتوب صح لأنه نهاية الجملة عندنا time وقلنا مع الـ present perfect ما يجي time معها محدد. إذا مثلا جبت لكم جملة في present perfect وكتبت معها time مثل هيك وما كتبت since أو for قبلها لا كتبت مثل in 1960s راح تكتب خطأ عليها. Write sentences for the situations with the verbs in the practice and just already or yet. نستخدم الadverbs only
just, already, or yet. ونستخدم الأفعال اللي موجودة هنا. مثلا إذا عندنا not أكيد راح نستخدم أيدي الباب حتى يشير لل not، لأن إحنا ما نقدر نقول finished not أو finish not. فمثلا عندنا you are having السلطة. طبعا هاي situation قاعد يشرح لك إنه أنت جاي تأخذ مثلا أو تتناول السلطة in a cafe. You stop eating for a minute and the waiter tries to take your plate away. يعني إنه أنت جاي تتناول السلطة بالكافيه وتوقف عن الأكل بضع ثواني، إجا الويتر النادل راح أخذ الصحن مالتك. فأنت إيش راح تقول؟ You say excuse me I haven't finished yet. طبعا yet نستخدمها مع النيجاتيف والكويشن. I haven't finished yet. ليش I haven't finished yet؟ إنه أنا ما زلت آكل، صح كنت آكل في الماضي وما زلت في الحاضر إنه آكل، فنستخدم I haven't finished yet. نستخدم للبريزنت بيرفكت. أي عمل أيضا، حتى إذا كنت تعمل الهومورك وأنا قلت لك خل انتهيت من الهومورك، راح تقول I haven't finished yet. السيتويشن الثاني you had a cup of coffee your sister comes in and offers you another cup. يعني انت تناولت مسبقا كوفي، كوب من الكوفي القهوة، واختك اجت او اختك اجت او عرضت عليكم انه بعد كوب، فانت تقول you say no thanks I've just had one. أنا يعني من وقت قريب أخذت كوب. طبعا إذا قلنا أتناول الغداء أو أشرب الكوب مثل شاي أو عصير، دائما نقول I've had مثل a cup of tea، أو تقول I've just had one إذا كنت الآن، أو مثل إذا كنت تأخذ البريكفاست مالتك I've had أو I am having breakfast أو I have had breakfast or already breakfast. هذا التغيير بيناتهم من already هناتكم. ما تقول I'm eating أو I eat، لا نذكر هاي إذا كان مع الطعام، يعني إذا كنت تناول أكل. طبعا استخدمنا الفعل اللي موجود هنا. Henry went out two minutes ago. The phone rings. It is someone for Henry. هنا is. You say go out. I'm sorry مثلا تكلم انت الشخص اللي راح تجاوبه. He's has هنا just gone out. هو يعني حاليا من دقائق رحل. فهنا عندنا it is some for Henry، يعني شخص اتصل على هنري. اللي انت يعني راح تجاوب انه هنري وين راح، راح تقول I'm sorry he's just gone out. هنا ال is قلنا هي has. هنا عندنا because is taken in 60 million euro raid. هنا الأجوبة Swedish police have not just announced. هنا نستخدم الفعل اللي هو طالبة إنه، لكن نشوف إذا موجود specified term، لو لا ما موجود فنستخدم announced. ما نستخدمها in the past، لا نستخدم have announced just. فهنا عندنا the five painting by Picasso and eight have been stolen. استخدمنا steal هنا، steal هو سرقة، لكن لما حولنا التصريف الثالث للفعل stolen. طبعا هنا the five painting by Picasso كانت في الزمن الباس في perfect tense، لكن في المبني للمجهول، والدليل إن استخدمنا been have been stolen. يعني هي have been stolen by مثل the thieves، يعني سرقت بواسطة الobject هو five painting، لكن السبجكت هو thieves، يعني السارقين.
هنا عندنا have been stolen by method thieves from the Museum of Modern Art in Stockholm. The paintings هنا عندنا have value, هنا نقول have been valued by experts at 60 million euros. هنا عندنا have been valued استخدمناها لأنه هنا أيضا مبني للمجهول، فهي experts هي بالأساس experts. مثل عندنا هنا have valued the paintings، لكن لما سويناها مبني المجهول نجيب the painting اللي هي الأوبجكت، the painting have been نضيفها من عندنا valued نفسها have been valued by expert، by expert هو subject بالأساس. هنا عندنا police believe that they were taken، هنا take were taken early on Saturday evening. ليش استخدمنا هنا ماضي؟ طبعا الماضي هنا passive tense مبني للمجهول لأنه انطانا Saturday evening، انطانا وقت early يعني مسبقا مبكرا في Saturday evening في وقت يعني في ليلة السبت، لكن وقت مبكر إذا عندنا ماضي. استخدمنا were taken هي في الأساس نقول مثلا إنه the painting الرسومات were هنا أو took in early time or in early yesterday evening. هذا الجملة الأساسية، لكن لما نريد نحولها للمبنى المجهول believes that they هنا they painting يعني هنا painting راح نخليها الأوبجكت راح يصير subject were taken. where هي الأكسلر فيرب وtaking المين فيرب تحولت للمبني للمجهول، نعم مبني للمجهول لأن هي في الأساس took في الماضي، لكن were taken هي الفورمولا of passive tense of past simple المبني هي تشكيلة شو نقول مبني المجهول الزمن الماضي البسيط. but for some reason the museum's burglar alarm عندنا هنا did not go off، يعني هنا burglar alarm يعني المنبه اللي يستخدموه في المتاحف اللي ينطي مثل إذا صارت حادث سرقة مرن، فهنا not go off did not go off فاستخدمنا هنا في الماضي لأنه عندنا الحدث في الماضي، فاستخدمنا جملة في الماضي ما نستخدم perfect، ولا أيضا استخدمنا هنا passive form لأنه هنا the museums burglar alarm هنا عندنا possessive هنا تملك يعني المخاب الألعام خاص للميوزيوم، فهنا استخدمنا don't go off. إذا go off نقول went off، لكن عندنا didn't go off لأن did عندنا موجود هنا في الفعل اللي بعدها يكون مجرد. and the thief هنا عندنا thief هنا didn't أو wasn't discovered، هنا wasn't discovered مثل the police هنا هنا نقول didn't discovered the thief. اوكي هاي في الاساس اساس الجملة the police مثل او the security didn't discover the thief. لما نحولها للمبني المجهول نقول the thief wasn't discovered مثل by security. اوكي فهنا عندنا مبني للمجهول was not discovered. لما نقول was not discovered هاي مبني للمجهول، were not discovered ايضا مبني للمجهول، لكن لما نقول didn't discover هاي لا مو مبني للمجهول جملة عادية active. the thief هنا عندنا wasn't discovered until Monday morning. ليش استخدمنا هنا مبني للمجهول ماضي؟ لأن عندنا هنا time محدد في الماضي. no clues إنه ماكو دلائل have so هنا عندنا so far هنا عندنا expression between have been found. have been found هنا أيضا مبني للمجهول
at the scene of the crime. لحد هذا الوقت، لحد هاي الساعة من الوقت ماضي، لحد هاي الساعة إنه معتهم دلائل اكتشفت، فاستخدمنا ال present perfect مبني للمجهول. ليش؟ لأنه هنا the police مثل haven't found مثلا no haven't found clues، فهنا نقول no clues مثلا. هنا have so far been found، حولنا المبنى المجهول هي الفورمولا have been found، ممكن نقول haven't أو have so far or have never been found. هنا فهنا نفي عندنا no. عندنا شلون نستخدم الديكشنري. Words with more than one meaning، هنا عندنا كلمة مثل course أكثر من معنى. Look at the dictionary entry for course. How many meanings do you know؟ هنا منطينا طبعا هاي للطلاب هم اللي اكتشفوها. مثل عندنا course كذا معنى لها course بالديكشنري. مثل عندنا literal and automatic meaning. Automatic meaning ممكن تاخذ الكلمة أكثر من معنى، أيضا literal ممكن تاخذ أكثر من معنى، لكن literal هي نقدر نترجمها كما هي، لكن automatic نعتمد على سياق الجملة. فبالديكشنري ممكن تلقى هنا كلمة course مرات تلقاها كناون، ممكن تلقاها كverb غير كلمات، مثلا تلقى أمامها هنا ناون، ممكن تلقى مثلا بغير جهة مثلا نا، مثلا ممكن تلقى هنا مكتوب verb أو ممكن adverb إذا يضيف لها مثلا expression ثاني أو context. مرات يعطيك course كناون ويعطيك معنى وياها جملة حتى يبين لك إنه هي كناون كأجكتيف تستخدم. فاي أنتم لازم تشوفوها في الديكشنري، تشوفون مثل كورس كذا معنى. فأنا شلون أحدد مثل ردت أشوف كورس إلها كذا معنى إنها في الجملة، فأباوع للسياق اللي موجود عندي في الجملة، يلا أخذ المعنى المناسب إنها من هذه المعاني كلها. أيضا عندنا هنا in these sentences the word in italics. Italics يعني المائل، يعني هاي الكتابة المائلة مثل mark هي في المائل، parties في المائل. Have more than one meaning. What is the correct definition here? Find one other meaning. Use your dictionary if necessary. أيضا هذا يعتمد عليكم. You have got a dirty mark on your shirt. Did you spill your food? طبعا تستخدم mark، طبعا mark ممكن degree، mark انه spot ممكن لها معنى، فانت شوف المعاني عندها mark اكثر من معنى، لكن راح تعتمد على سياق الجملة اللي عندك. مثلا dirty your shirt راح تعرف انه مثلا mark هي spot. How many political parties are there in your country؟ هنا مثل parties ممكن parties ceremony مثل حفلات، مثل occasions ممكن نشوف parties، أو مثل تقول formal مثل days أو مثل أعياد. هنا يقصد فيها إنه الأعياد الرسمية الموجودة في البلد، فتختلف أيضا parties في المعاني، لما تكون formal parties ceremonies. Everyone has the right to live in peace. أيضا right ممكن تكون wrong وممكن تكون أيضا right مثل حقوق. The train leaves from a platform. Train ممكن تكون exercise وممكن تكون قطار. هنا you gave her 10 pounds but you only gave me 5. That is not fair. Fair ممكن تكون justice، ممكن تكون hair، ممكن تكون blonde، يعني كذا معنى الكلمات. آخر exercise ناخذ فقط الملاحظات اللي قبلها اللي هي prepositions. احنا في المحاضرة السابقة أخذنا جزء من prepositions وهنا التكملة مالتهم. Out of to indicate direction يعني تشير للحركة مثل الاتجاهات or movement from within to the outside مثل walk it out of the room.
to indicate a change in quality, state or form. Woke up out of a deep sleep. أيضا تشيرنا إنه غيرت the quality أو الحالة اللي أنت كنت فيها. To indicate a position or situation beyond the rank, limits or sphere of. Out of control. أيضا يعني ينطيك يشير لل situation اللي انت فيها. مثلا عندنا about تستخدم reasonable close to about a year ago. يعني مثلا تحدد لنا مثلا close to بالقرب من يعني مثلا تقريبا سنة ممكن نقول. On all sides around يعني looked about for a place to park. مثلا looked about you or around you. In rotation, you go about in circle. يعني إنه أنت هنا قاعد تدور في حلقة فهنا إنه تدور قاعد أو تدور في حلقة مفرغة أو تدور في نفس الحدث. In many different directions here and there. يعني تستخدم أيضا في different directions في اتجاهات متعددة. Walked about for hours. أيضا عندنا with preposition نستخدمها in opposition to against. يعني هنا had a fight with his brother. يعني عندك هنا انه ندك راح تستخدم with انه نستخدمها مع الند او الخصم. To indicate participate in an action, transaction or argument. يعني هنا work with his friend يعني او with his father او a talk with a friend. يعني هنا شلون انه تسوي action او حدث مع صديق او مع participate شريك يعني be belonging مع اخر. In respect to so far as a concert method deal with my love on friendly term with all nations. أيضا ممكن تستخدم في هذا الاعتبار. Between by the common action of jointly engaging. مثل هنا shared the work between the two of them. يعني هنا انه engaging اشخاص عدة اشخاص انه يشتركون في شيء او حدث. In the time space or in travel that separates. مثل عندنا the alleys between a lie between the butcher shop and the pharmacy. هنا أيضا إنه العمل يتقسم بين من. An intermediate relation أيضا في العلاقات مثل wait somewhere between abound and half. أيضا نستخدمها بالعلاقات مثل في الأسماء بين الأشخاص بين الأشياء. For one to another of air served between Miami and Chicago. يعني من شخص إلى آخر يعني يتنقل. فعندنا هنا noun plus preposition يعني اسم زائد حرف جر. Complete the sentences with the preposition from the box. Some are used more than one. With عندنا for between on to out of and of about. مثلا عندنا I had a crash this morning. Fortunately, I didn't do much damage to my car. طبعا احنا تو اخذناها في المحاضرة السابقة ومعناها. Ari isn't there or isn't here this week. He is هنا عندنا on holiday. We are out of coffee. Could you go to the shop and get some? Nadna, this morning I got a check in the post for 100 euro. You are really annoying me. You are doing it. Nadna, 5 on purpose, aren't you? Can you tell the differences? Nadna, 6 between butter and margarine. There have been a lot of complaints about your behavior.
the trouble هنا with you هنا لما قلنا نستخدم enemy مثل trouble هي your enemy with you it is that you don't listen to anybody هنا عندنا I'm tired of cooking let's eat out هنا عندنا 9 for a change how much do you spend a week on average be careful when you talk to the boss he is in a trouble mood today have you got any photos of your girlfriend هنا عدنا استخدمنا الـ prepositions حسب المعنى اللي احنا نفهمه